فمعلومات سريعة عن الجامعة، ترى بما الحمد لله ان انتوا اتفقتوا على جامعة. الفكرة بتاعت الجافا اصلا لما جم يعملوها قال لك ايه رأيكم لو احنا نقدر نعمل لغة برمجة نشتغل على كل انواع الكمبيوتر؟ وكانت دي الفكرة اصلا بتاعت الجافا، بدأت منها القصة. يعني مثلا احنا السي شارب بتتكتب على بتشتغل على ويندوز، لغاية قريبا بدأوا ينزلوها على لينكس والماك، ما كانتش بتشتغل ابدا على حاجات ويندوز بس. في لغات عندنا مثلا زي السويفت مثلا، لغات برمجة خاصة بتشتغل على الماك بس، ما بتشتغلش على ويندوز، ما بتشتغلش على مش عارف ايه. يعني كل نظام تشغيل بيمشي بنظام معين. ليه؟ ما احنا عرفنا لو بصيت في الشكل ده هتفهم الفكره، ان الابلكيشن مش عباره عن اوبريتنج سيستم، فالابلكيشن بتاعك في لغه الجافا بيستعمل الاوبريتنج سيستم ده عشان يفهمه ازاي. ما احنا قلنا ان هو بيفهمه كده، لازم يفهمه اللغه اللي بيفهمها الكمبيوتر ده، وبالتالي كل كمبيوتر بيفرق عن الثاني، وبالتالي لغه البرمجه بتبقى متخصصه بايه؟ متخصصه باوبريتنج سيستم واحد اللي اشتغلت عليه، وممكن بعد كده تضيف اوبريتنج سيستم ثاني، تضيف اوبريتنج سيستم ثالث. يعني الجافا اقول لك لا، من اول الفكره اصلا قال لك ايه رايكم ما تيجي نعمل لغه تنفع تشتغل على كل حاجه. ولذلك ده اللي ابدا الفكره دي اللي ادت الانطلاقه للجافا، ان هي بتشتغل دلوقتي موبايل، بتشتغل ويب، بتشتغل ديسكتوب، بتشتغل كونسول اللي هو الدوس، بتشتغل اي حاجه في اي حته ما بتقولش لا. عشان هي اصلا كانت البدايه بتاعتهم التفكير كان جاي كده، ازاي نعمل لغه برمجه تشتغل على اي حاجه. تمام؟ يعني من الاخر لغه برمجه بتشتغل على اي حاجه في السي بي يو، تدي اي اوامر لاي سي بي يو تشتغل عليه. والبروجرامرز اللي هم المبرمجين يكومبايلوا الكود، يعني يترجموا الكود ويشتغلوه في اي حته. وكانت دي بقى الفكره اللي اطلقت فكره اصلا الجافا والقوه بتاعتها اساسا. تمام؟ فاحنا عندنا في حاجه ما اعرفش اكيد المفروض تبقوا اخذتوا خلفيه عنها، اللي هي مثلا حاجه اسمها جي في ام، اللي هي جافا فيرتشوال ماشين. تمام؟ اخذتوا عنها خلفيه؟ خلينا نقول اكننا ايه بنبتدئ، يعني ان احنا عندنا الكود بتاعنا بتاع الجافا بياخد دوت جافا. بيجيلك اي كود بيبقى اخره كده الاكستنشن او الديناميك بتاعه جافا. الكود ده بنترجمه حاجه اسمها جافا سي عشان ننفذه من جافا. ده بنكتب حاجه اسمها جافا سي ونكتب لها طبعا. انا ترجم لي سي يعني كومبايل على فكره. تمام؟ جافا سي يعني ترجم لي الجافا ده. ترجموا لي الايه؟ اللغه اللي تفهمها الكمبيوتر. يعني اللي احنا كاتبينه ده اتفقنا ده هاي ليفل ما يوصلش للاجهزه تحت. تمام؟ فبنوصله حاجه اسمها بايت كود اللي هي روت كلاس. بتدفع في الاخر ملف دوت كلاس. نشوف كام ده عملنا لو كنت شفته قبل كده مش عارف. وبما ان احنا وصلنا لدوت كلاس، في حاجه بقى اسمها جافا فيرتشوال ماشين اللي هي هنا اللي هنحكي عنها دي. بتفهم الكود ده مش مكتوب بلغه الاله بقى، ده هاي ليفل خلاص. الاجهزه اللي هي الويندوز ولا اللينكس ولا الماك ولا الاندرويد ولا الاي او اس ولا اي حاجه من الحاجات دي بتفهم اللو ليفل. الجافا فيرتشوال ماشين حاجه كده في النص، يعني انا اقول ايه يعني اللغه ولا هي هاي ليفل ولا هي ايه لو ليفل. فكرتها ايه؟ ان جافا فيرتشوال ماشين بتاعت ويندوز دي الجهاز عشان تشتغل على ويندوز، دي الجهاز اللي تشتغل على ماك، دي الجهاز اللي تشتغل على ماك، بس كلهم بيفهموا الكود اللي بترجم بتاع الجافا. كلهم بيفهموا الكود بتاع الجافا، بس في نسخه بتاعت ويندوز، في نسخه بتاعت اللينكس، في نسخه بتاعت الماك، في نسخه بتاعت الموبايل، في نسخه بتاعت مش عارف ايه ماشي. بس في الاخر انا كتبت الكود، انا كمبرمج كتبته مره ايه؟ مره واحده ترجمته مره واحده، وبناء عليه بينزل في اي حته بيتفهم. بيزد على الفكره اللي هم عاملين اسمها جافا فيرتشوال ايه؟ ماشي. فلك بدل ما يبقى المبرمج هو اللي مضطر يكتب كود مختلف عشان يمشي على الويندوز، يكتب كود مختلف يمشي على الويندوز، يكتب كود مختلف يمشي على الماك، لا خلي المبرمج كتب مره واحده في مصر، وخلي جافا فيرتشوال ماشين تفهم الكود ده وبتظبط نفسها. لو ويندوز بتظبط عمر اسم ويندوز، لو لينكس بتظبط عمر لينكس، ودي بينزلها بيداونلودها وبيسطبها، مش بيتدخل فيها. وبالتالي يبقى احنا قدرنا نكسر حواجز كتير جدا في لغه البرمجه ومشاكل لغات البرمجه اللي بتفهمها حاجات وحاجات ما تفهمهاش. خدت بالكم من الفكره؟ يعني بقى بيجيب لك مترجم بيفهم صيني ويندوز، ومترجم بيفهم ايه؟ بيفهم الماني، ومترجم بيفهم اسباني. خلاص بس كلهم بيفهموا العربي. تمام؟ وبالتالي فانت هتيجي تشتغل على ويندوز هتجيب الراجل بتاعك اللي بيفهم كده العربي بس بيفهم ايه؟ الويندوز فينزل. وهكذا. طب ليه ما عملوش جافا بي ام جافا فيرتشوال ماشين يعني واحده بتفهم كل حاجه؟ قال حجمها بس يا كبير، هو مش عايزين حاجه تبقى حجمها كبير. حاجه ويندوز سيرفر زي ويندوز، حاجه سيرفر هتشتغل على هتشتغل على هتشتغل على كويس على الحاجه اللي انت عايزها عشان الحجم والسرعه تبقى الدنيا ايه؟ اريح يعني. تمام؟ وبناء عليه عملوا انت بتيجي عايز ويندوز بتنزل الجافا فيرتشوال ماشين، عايز لينكس بتنزل الجافا فيرتشوال ماشين بتاعت لينكس، عايز الماك بتنزل الجافا فيرتشوال ماشين بتاعت الماك كده. وكده كده الكود هو اللي انت اتعلمته واحد في كله.
تمام؟ ودي من اقوى الحاجات اللي عندنا في الجافا، تمام كده؟ كويس جدا. وعرفنا يعني ايه جافا فيرتشوال ماشين. يبقى جافا از كومبايلد باي بايت كودز، اللي هي اللغه اللي هي ايه؟ انا بسميها لغه ايه؟ لغه نص سوا. ولا منها نازله لغه ماشين لانجوج ولا هي ايه؟ هاي ليفل لانجوج، هي لغه في النص كده. تمام؟ هي ايه؟ انت بتكتب الكود بتاعك بالجافا. الكود بيترجم جافا كومبايلر، بيترجمه لك بس بيترجمه لك حاجه اسمها بايت كود اللي هي في النص. الجافا فيرتشوال ماشين بتفهم الايه؟ البايت كود وتدي الاوامر لمين؟ الاوبريتنج سيستم تحت. تمام؟ فدي بايت كود بقى هنا تقدر ترن. طبعا البايت كود ميزتها ايه؟ لا دي بقى اللي انت بتاخدها مش مشكله. ولذلك انتشرت الجافا بشكل قوي. طيب في حاجه ثانيه اسمها جي دي كي، ممكن تكونوا عارفينها. تمام؟ جي دي كي دي اهم حاجه. اسمها جافا ديفلوبمنت كيت. جافا ديفلوبمنت كيت. تمام؟ ايه هي الفكره بتاع الجافا ديفلوبمنت كيت؟ احنا جافا في الكود ده بتاعنا اللي هو الحته الاولى اللي باينه. تمام؟ كده معايا. ايه اللي بيحصل؟ جافا ديفلوبمنت تطوير كيت يعني مجموعه ادوات التطوير بتاعت الجافا. انت بتروح على حاجه اسمها جافا ديفلوبمنت كيت اللي فيها حاجه اسمها جافا كومبايل اللي هي بتترجم. الترجمه دي بتنزل في حاجه اسمها جافا كود باي او بايت كود لسه عارفينها من شويه. تمام كده؟ بتنزل حاجه اسمها جافا فيرتشوال ماشين اللي هي جافا فيرتشوال ماشين اللي هي هنا الجي بي ام. اللي بيسموها خلينا نسميها جاست ان تايم. اللي هي ايه؟ بتترجم في الوقت الحالي. فاهمه الامر بتاع الجافا وعارفه الامر بتاع الاوبريتنج سيستم. وبتحول على طول مباشره. تمام كده؟ اللي هي ايه؟ اللي هي جافا فيرتشوال ماشين جي بي ام احنا اتكلمنا عليها. وفي الاخر بتطلعها حاجه اسمها جافا ران تايم انفايرمنت. جافا ران تايم تشتغل اوتوماتيك انفايرمنت البيئه بتاعت تشغيل الجافا. وبترن لك الايه؟ الابلكيشن بتاعها. فالجي بي كي هو المجموعه دي على بعضها كده. المجموعه على بعضها كده، الباكج دي على بعضها كده اسمها جي بي كي. تمام؟ بتنزل لك الجافا فيرتشوال ماشين الحته بتاعتها دي الجي بي ام، وبتنزل لك طبعا الحاجات الخاصه بالجي بي كي والجافا كومبايل، وبتنزل لك الجافا ران تايم انفايرمنت، بتنزل لك كل حاجه. تمام؟ اللي اسمها ايه؟ الجي بي كي. تمام كده؟ يبقى الجي بي ام دي بلاتفورم كومبوننت بتنفذ البرامج اللي هي بتاخد لغه الايه؟ لغه البايت بنزلها للماشين. الجي ار اي، الجي ار اي اللي هي ايه؟ جافا ران تايم انفايرمنت، خدنا كذا مصطلح. تمام؟ الجي ار اي اللي هو ايه؟ اللي هو بيكنت اللي بيرن اللي كان يكتب جافا الجي بي ام اللي بيرن الران تايم. الجي دي كي هي تسمح لك انت كمبرمج انك تكتب برامج الجافا وتنفذها لك على الفيرتشوال ماشين وبالتالي ترنها لك على الجي ار اي. يبقى الموضوع ما قاش بقى بكذا ايه؟ انا كود بيكومباين جي بي كي يعني بيترجم بيكومباين كود مين اللي بيشغله؟ الاوبريتنج سيستم جي بي ام هي جافا فيرتشوال ماشين خلاص وبيرن في الاخر نتيجته على حاجه اسمها ايه؟ جي ار اي اللي هي جافا ران تايم انفايرمنت. المهم المهم ليه؟ عشان نيجي ناخد خطوات دلوقتي اذا كنا هناخد معرفش في انترنت ولا هنلاقي ان الفايت الجديد المفروض فاهمها. الخطوات دي بتمر قدام عينيك. تمام؟ طيب